بسبب قطعة بسكويت خسرت هذه الشابة البريطانية حياتها. أورلا باكسندل فنانة استعراضية تبلغ من العمر 25 عاماً، فارقت الحياة بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت تحتوي على زبدة الفول السوداني، ما تسبب لها بردة فعل تحسسية قاتلة. أورلا التي تعاني الحساسية الشديدة من الفول السوداني اشترت قطعة البسكويت من أحد المتاجر، وبسبب حالتها المرضية كانت تحرص على قراءة قائمة المكونات على أي منتج قبل تناوله، لكن لم يكن هناك أي ذكر لوجود المكسرات على غلاف المنتج بحسب ما نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية. ومع أن الشابة كانت تحمل معها قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية، إلا أنه لم يكن كافياً لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت. أما سلسلة المتاجر التي اشترت منها الشابة القطعة فأعلنت سحب المنتج من جميع فروعها، وتبادلت التهم مع الشركة المصنعة حول المسؤولية. فالأخيرة قالت إنها أخطرت المتجر بتغيير وصفة المكونات منذ يوليو من العام الماضي، وفيما أعلنت السلطات الأمريكية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مأساة مماثلة في المستقبل. قالت أسرة الشابة في بيان إن وفاة ابنتهم كانت نتيجة الإهمال الجسيم والسلوك المتهور من جانب الشركة المصنعة والبائعين.